كيعجبوني كنتعجب فيهم هما شناوا راه بيهم ان غرو النظام عندهم حتى في البوال سي تري سامبل كانوا ثلاثه بهم واحد كياخذ باليزات صغار جوج كياخذوا الباليزات الكبار والعيالات كيشطفوا البوال اي سا جو تروف سا فانتاستيك هو اول حاجه عاوتاني تعلمت لو فواياج سي تنظيم اللي منظم راه كيتنظم في كلشي كيتنظم في حياته كيتنظم في السفر ديالو في الخدمه ديالو وين مربج راه مربج في كلشي في حياته السفر ديالو هاما شوفهم مورايا شفتوهم منظمين داكشي ديال ميم لي فاليز ميم لي فاليز شوفوا معايا داروا لهم واحد الانطاك صافي حزموهم في الوسط باش ما كيضيعوش الوقت كيتسناو هذه فاليزه كحله بحاجه اخرى ارا نقرا التيكيت ارا نشوف واش ديالي ارا نشوف ماشي ديالي انا طولي كتعلمت منهم بزاف بارابور ا لورغانيزاسيون جيسبر كو تنتوما غادي تعلموا كما انا كنتعلم الو اول حاجه بداتني عاوتاني هي لا فيجا الطاكسيات اللي ما عندناش حنا في المغرب حنا في المغرب اللي كتخرج عند الطاكسيات بزاف كل واحد غادي كيبع المرات فيه نص ساعه بعد المرات فيه نص بعيد المرات كاين الصداع من المرات كاين الصباج حيت مكاينش الصف هنا كاين الصف والنظام شوفو شحال ديال الناس كلهم كيتسناو الطاكسي صوف كان مكاين لا صداع لا والو حيت كلشي عندنا مفروقين بهاد لي بون كيف فيكم غادي شي موشي كل واحد عارف نوتو وكيف ملي كتوصلو تمان كاين واحد السيد هو اللي كيفرق الناس اللي كتوصل كيقولك شحال بيكم جوج سير هنا ثلاثة سيرو هنا أربعة سيرو هنا خمسة سيرو هنا كيف فيكم ملي كتوصل كيبان لك واحد لا ليست واحد لا فيل خيالية كتقول لي انت غتوصل لهم اي بورتون نو داكشي مسربح حيت علاش منظم اونكوغ اون فوا راه كنقولها لكم نعاودها من كاع الحوايج اللي كنشوف كيبهطوا لي بزاف هي التنظيم لورغانيزاسيون وهي ما منظمش حوايجه بحالته وخدمته راه ما يتنظمش حتى في البلاد ديالو دونك انا كنتعلم كنفرق معاكم كاع الشيء اللي كنتعلمو من الصعب نتعلمو جميع ونكبرو جميع ونتعلمو مع اللي ما احسن منا انا وجبتي ما غون فورس اللي عنده شي حاجه فايتني بيها ومعلمها جاشي كناخذها من عنده وكنحط لي كيها دونك جيسبيغ كو هاد لي فيديو هادشي اللي غيصلح لكم حتى نتوما غاتولي كنخليكم معايا يلاه وصلت لبارسلون الله شنو غادي نشوف لي هو مختلف من بلادنا شنو هما الحوايج اللي كيديروا حنا ما كنديروش جيدات اللي هي الكليبه ديالي انا بغيت نقول لكم واحد القضيه في المغرب جيدات الناس ما كيعرفوش واش مشه ولا كلب ساعه ساعه كنسمع الطب ساعه ساعه كنسمع سيري لهيه سيري لهيه علاش حيت حنا لي زانيمو ما كنعتانيوش بهم كنحسبوهم بحال اللي ماشي خلق تدربي بحال شي حاجه شي بشر اللي هو كائن غير موجود واللي كيضربوه بالحجار كنضربوه بالرجلين كنت داك النهار في ان ريستورون تبهت كيفاش لا بيرسون في ريستورون جات تمشي شات غيورا بيبي من الزنقه ريستورون خلاوها المصريين ادي الدنيا جاهز جوج تسمو بوطا اي سا سي با جونتي هنايا ديبوي كو وصلت لهنا سي تري سامبل جانا طلعت لها المعنويه وطلعت لها الثقه في النفس واحد الدرجه ما تزوجش علاش حيت مني وصلت وحنا هي بريتا هي كابونيتا هي قلت ويلي 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 علاش داروا ليها وعلى على تقدير داروا ليها وعلى معزه وعلى بزاف د الحوايج علاش حيت جي غوماركيكو هنايا الوغ شنو كيديروا كيحترموا خليق التدربي الخليقة ديال التدربي كيحترموها كاع الحاجة اللي زرع فيها التدربي واحد الروح كيحترموها باسكو سي با كنمشي للريستورون كنقسم لكم في المهم والله كيجيو كيطلبوا ليا ما كوموند امو وكيطلبوا لا كوموند ديالي كيقول لي بغات تشرب شي حاجه نجيبوا ليها بويها كنقول لهم ها واخا الله يخلف عليكم كيجيبوا لي انا الماء وكيجيبوا لي الماء هادي امبوسيبل تشوفوها في المغرب جيستير كو حتى حنا ربي غينعمنا بواحد المحنه ان بو بلوس الشفاعة ان بو بلوس باش نبداو نشفعوا في اللي كيهضر واللي ما كيهضرش فوالا الوغ يلاه وصلت للوتيل غادي نحط لي باجاج غادي نخرج بوغ الي فيزيتي لا
هذه حيت لي عالي، بان لي واحد الفينومين اللي هو عجيب اللي شفتو هنايا ما كتشوفوش عندنا حنايا في المغرب، اللي غادي نوريه لكم. وفيت هنا عندهم لي سال دو سبور باش ملي كيبغيو بحال قلتي يديروا لا بروموسيون كوميرسيال ديال لو ريتابليسمون، حنايا كنديروا دي فلاير، كنديروا لي كات باركوا في الزنقه، كنديروا دي بروموسيون باغ اس ام اس. الوغ نو هما هنا كيديروا حاجه واحده اخرى خياليه اللي هي فريمون تري انتريسون دو بوان دو في ماركتينغ. شوفوا معايا كيديروا داكشي ديال شوف الحاجه جربها قيسها ولا عجبتك اون غرو شريها. ريغاردي بعينيكم Thank you.